يعني انا صراحه ما ادري ايش تبغون، ثلاثه هلاليين وتتابعون ايش تبون؟ يعني فيها شيء لو تبغى النصر؟ اول شيء احنا جايين ننتظر مباراه الهلال، ما فكرت مباراه النصر، باقي شوي تبدا مباراه. سبحان الله، جالس متكي على المركب ومعك الريموت وتحترم مباراه الهلال. لا يا شيخ، تدري ايش اللي ابي انا؟ انا ابيك تفوز اليوم. ليش؟ عشان يوم السبت ان شاء الله تقابل الهلال ودق خشمك تد. انت ضامن تفوز على الشباب؟ نعم والله، لا اخذ رايح جاي. طيب انت الحين فوز على الشرطه العراقي، مع احترامي للشرطه العراقي، انتم كم نجومكم وافضل لعيبه في العالم وصلوا السفرديه 55 رونالدو والهلال مع رونالدو ولا ساديو ماني امكان خلص من 3 دقائق الاولى. اعرف الصحيح فوز على الشرطه العراقي الحين. طيب انت وش اللي ضغطك؟ لانها انتم افضل لعيبه عندكم. نجوم العالم، نجوم العالم، ساديو ماني، كريستيانو، فريق، ما انت قادر تجيب هدف واحد؟ هدف واحد؟ والله صدق تجننت. وعدنا ان شاء الله الساعه 11 بعد مباراه الهلال والشباب، اتفقنا؟ خلاص. طيب مبروك، اسمع عنك غازم طيري جاك النوم. المباراه ايش؟ مباراتنا بتبدا الحين، باقي ساعه عن مباراتكم. عادي بنشوف الاستديو التحليلي، احنا جينا الاستديو التحليلي. عندك خشمك يوم السبت وعندك هنا في الطايف، والله ناخذ الكاس من ورا خشمك. تعال انتوا نجومك كلهم، اذا ما حطيتكم هنا بس هالسبت تيجي. احجز تذاكر الان، احجز تذاكر، احجز الطايف، احجز. اخاف تبكي علي. والله ان شاء الله نبكيك. نجي بدون مهاجم بسجل اهداف، ابى اسجل 4 و5. طيب خلونا ناخذ راي العقلان الاتحادي. تتوقع من يفوز؟ النصر. الصفراء فاقع اللون. هذا الاتحادي بيعرف، الاتحادي بيعرف الكره. يا ولد اللي مرشها من؟ اللي مرشها من؟ الهلال. خلاص اكيد ما يبين. باذن الله الصفراء فاقع. يا ولد هذول هجت بهم يلعبون الحمدان ومالكم مرماد، والله ما يدرون. وذاك اول اصلا يقول من يدخل بداله؟ واحد يطلع يقول من بدل؟ والله ما يعرف الكره، مغر جمهور فوز بس. واضح انه منضغط من الهلال. واضح انه منضغط. المباراة هذه ما انتهت، تبون اللي فاز من؟ على وشك يبن من؟ النصر الهلال. بدأت المباراة اول العصر ثم هالحين واحدة الثانية. انا والله ما ادري، لكن الله يجعل السعودية كلها تفوز ان شاء الله. ايه. انا ما ادري بتنتهي، بس انا حسب لي 11 بت ما بتدي. انت قد لعبت فلان؟ لا بس شوفهم بالتلفزيون كفو. ايه. بعدين شوف ساعة رولكس ما شاء الله. الله تبارك الله. ما شاء الله، يعني بكم هذه؟ انت كبرت الساعات اللي بيدينكم عندكم الساعة اللي بيدينكم. بكم هذه ما شاء الله؟ شارنا بيبسي. بكم؟ هذه؟ ما اعرف والله قيمه، جت لي ديور يعني. والله تبغاها اللي اعطاك هديه لابس نظاره ولا حتى والله حتى شرب عائله ما يهدون. والله شاعر ولكس. والله والله اذا من ما هي من باب مكه المحل اللي على اليمين انا ماني عند الله خبره في البسطاط. والله انا اللي عند المساجد. زين يا ابو عمر الفتره هذه اشوفك مانكب على بعضك، وانا تراني احب انشد اخوياي علام وهوش في. والله يا مخرج لا تشكيله وابكي لك. ها اشكال الله لله والي. والله ان الايام هذه ما رجعت ادور لي البنت اللي الله يوفقني معها. تتزوج؟ اي والله. انا نصحت نصيحه ابو عمر، يا راح تشوف الشو الشرعيه ولا راح يشوفونك لا تنزل النظاره، خليك لابس النظاره، حاول تكون شمسيه. لو نزلت النظاره ما راح تقبل فيك نهائيا. يدخلونك يا اخوي خلي نزل النظاره وتحدك تقبل فيه وانت رجال ما بحب. بس والله اني رحت لبيتين. ارفضوك يعني ودروا لك؟ لا بس ما تيسرت، خلاص ما تيسرت. ما ابو عمر انت رايح تخطب لا تلبس الثوب الليموني هذا، نصيحه لك. والله كنت مطقم مع بول يا ابو عمر. والله العظيم هذا المويه، هذا المويه والله ليموني هذا، حط على نيله ولا شوف الحل. ما تنبحني انا كيف اشتكي لك ميعاد؟ ابسط توني هم حضر بضحك ولا ما قصدنا والله. عمانك وين يا ابو عمر؟ عماني موجودين بس ما في احد على مقاسي، يا اكبر مني يا اصغر مني. اخذ اكبر منك شو المشكله؟ كيف انا اتزوج وحده اكبر مني؟ خلها تعقلك تربيك يا ابو عمر. ايش ابوي انا داخل عش زوجيه ولا عش تربيه؟ لا ترى الزواج تربيه، وش فيك انا؟ يا ابن الحلال ترى واحده اصغر مني عشان اقدر ادلعها، هذيك هي تدلعني انا رجال. يعني مو اوكي بس اوفر. شوف بعض الكبار دلعنا احسن من بعض الصغار. انت فاهم غلط حافظ ومش فاهم. والله الحافظ مش فاهم انت. غلطان عادي تاخذ واحده اكبر منك بخمس. يعني انا ابغى واحده، انا شوف الان عمري كم؟ 29، ابغى واحده ها 23 25 بس ما تزيد، ما ابغى واحده تناقرني.
واحدة خلاص تقول لي سمعا وطاعة. ترى شوف سمعا وطاعة يا مولاي. كذب كذب نفس المعقولية وخذ واحدة نفس معقولياتكم. ما أبغى ناس معقولية. الحرمة كل عقولهن على مستوى. حنا اللي معقولنا فيها مشكلة. تحت الصفر. حنا اللي يبغى لنا فرمكا. إن شاء الله تبارك الرحمن يا أبو الجاز الله يعطيك خيره ويكفيك شره. جيك سار فور. 2023 ديزل يا أخي أنت كتب. يا الحصى وكسر القزاز الكلام هذا ما يمشي معي سير في المدينه والعن ابليس وروح اقدر ازمك على وهو وسيله هذا نتائج الدلائل ما في مخطط الله تبارك الله يبارك فيك الله يجزاك خير الله يجزاك خير يا ابو شامع انا خطه لعمرك ان نقلب لون قزوز فوق المشوار اوه جوي وجهك هذا يا اخوي انا كذا اضرب يا اخوي عطى الموتر حقه انا دفعت فلوس انت كرمني بالمشوار اللي اروح عليه بس ايش ابغى عبدان على موتر اخر مدير ما تمشي انا والله تونسني الكلام هذا والله كذا والله كذا الميكانيكي اللي يصلحها وين يا ولد هذا معشق في الرجوله من يوم من هوري هذه الحين بنجر انزل انا وزبط طيب الديزل كيف ديزل ديزل فلوس اصبر بدال ما انا اعلمك يشتري من داكن ب 15 على مخ ما يجيب فكره بربع ريال جيب والله يصلح لك انت علي الحرام لو امسك كلام حطه محط الوين عز الله انك تتم حطه ما يغلى عليك اخذ ثم محط بين ما يغلى عليك عشان ما سبه شبر في شبر وشاري لي جيب هذا كبره انا ولا دكتور مره رجال انت يضرب عندي يا ابو فارس جريد فوق انت يا ابو فارس الله يجزاك خير سويت والله الليل هالمبروكه يلا حي من جانا يا هلا ويا مرحبا ملايين بأخوي الغالي محمد نخيش الشاعر محمد نخيش هلا والله يا هلا والله وسهلا من يوم سرت ولين جيت أبرك ساعة الله يبارك فيك ويبيض وجهك ويكثر خيرك وأنت وافي أنت ونخيش أي والله أي والله أي والله الله يحييك محساب الحياة أنا ما أبغاها رسميات والله بخليها طال عمرك محمد سمي ابو الحشم ما في غير عذروب من واحد يلحم شلون هو يا اخوي احيانا يدخل قلبي خوف القلب خلى الصلب اي والخوف ممقوت ممقوت من خاف ما حقق جميع امنياته انا اشهد الخوف والله ما ينجي من الموت يفسد على الرجال متعة حياته انا اشهد صح حسابك صح بدك طالع خلاص بعد بيوتك هذه ما عاد انا بخايف بس عاد اللي اجت المواقف يمكن اني اهتز ولا في السعه ماني بخايف مره خليك اللي في المواقف يحسبون حسابه اي لا تصير المحتدي فالمواقف هذه تاثر علي نفسيا كذا وجي بعاتب يا أخي اللي ما أشر من وجع الموقف غير العتاب فيه وعود أسكت ما عاد عندي مكان إلا العتب والملام الله الله الناس ميزت مدخلها ومخراجها يعالج الصمت شيء ما صنعه الكلام يعالج البعد مورني بعلاج صح لسانك كذا شهر أي والله بيض الله وجهك يا ولد أنت جيت لي على طبة الرجل على الشيء اللي أنا بس أنا عند حسن الظن يا أبو حشر الله يسعد الوجه أبو فزع تراني مطولا عنك بس بختبرك وبختبر ذاكرتك الشعرية سم جاهز؟ جاهز مرة يا أبو حشر اللي تامر بكل طيب متوتر؟ لا شرف ما بي توتر طيب وش قلت في خيبة الظنو؟ يقول يا رفيقي لا تزعلك خيبات الظنو خفن قلبك من الحزن يلقى مصرع دام الأرض أحيان تجحد همل إلى المزول لا تضايق لذب زرع كلي تزرعه واجد اللي كل ما طبت فيهم يجحدون والسماء طاح منها معادة ترجعه دري ان العشرة تموت لكن ما تهون الردي مهمته والسنافي توجعك كل دمعة حولت منك خريجة شجون فك كيد الدمع واللي بقى لا تمنع لو صحيح الناس عادي يروحون ويجون ما لقيت احد مقفي ولا خر يتبعه اح من صدمة رفيق على روحي يمون اح من شخص قصيدتك في الحجة ابو فزع يقول يا رب عبدك جاك يدفع خطاويه مشتاق لك ويزيد حمده وشكره رافع يديه وقلبه اصبع على يديه تقول طيرا وده يشوفه واكره ما فوق هالاحلام هاللي مغطيه لا تتركه تايه ومحتار فكره استر عليه وطهره من معاصيها ما في غيرك يشرح العبد ما في غيرك استر عليه وطهره من معاصيه ما في غيرك يشرح الصدر ذكره نادم على ذنب ما وده يسويه حتى لو انه كان مكره ومخوف الشيء مع الوقت ناسيه للطيش سكرة بس للموتة سكرة 20 عام وعشر للطيش والتير راحت مثل خيط على جال مكره بليس يخدع كل واحد ويغويه لك كل يوم اسلوب عبد له كل يوم اسلوب حصري وفكره يا رب عبدك ثبته لا تخليه بليس ما يترك خداعه ومكره كان يسمع بالسكر واليوم طلت العنب وثر العنب حامض صح السالفة
صحصح معي يلا يا رب صحصح بس فداك روحي يا روحي واجمل اشيائي. يقول فداك روحي يا روحي واجمل اشيائي تقديرا لشوقي وتقديرا لحبي. حركت بحر بالقصيده الله يسلمك الله يسلمك ديني يمون على كذا واخمك عشان عشان اخذ راحتك. عطنا منو خذ راحتك؟ عطنا القصيده حقت العرض انت تصور عادي كشيتها لازم لايف لازم. يقول رضى لوادم لا فضيله ولا فرض وان ضاقوا وفجوج الاراضي رحيبه معاد احب اقول للي يضيق دام ارضى من وخذ بالغصيبه واللي بيزعل لا يفوته هذا العرض والعرض شامل للشحن والضريبه ياخذ معه من يزعل ويضرب الارض الضعف اللي تاخذه ما تجيبه. صح لسانك الله انظم والله ما ادري عنه. لا 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 فكنا منك الله يستر عليهم ويوفقهم ان شاء الله ويسمح دروبهم. عيوا عنا العشاء يقولون معزومين لهم على زواج والله يوفقهم ان شاء الله ويوفق اللي ما رايحين اللي يوفق المتزوجين كلهم ويعين اللي يوجبون ان شاء الله ويسر امورنا وامورهم. وما دام كذا بطلع ادور لي قهوتين سوداء اشربها مع رد علي غير القهوه السود هذه ثم بدور لها ملايين متبطحين في الاستراحه ما عندهم لا رعيه ولا شغل ولا مشغل سولف معهم ولا تراني ما داني استراحات هذه ولا داني طب ولا ما في الاستراحات فرد خر ناس متبطحين ياكلون ويشربون وجلوس ويتشذبون على بعضهم واللي يبغاهم اهلهم قالوا ما احنا فاضيين احنا مشغولين وهم مشغول وش مغر من بطن في الاستراحه قال برجليه يتفرج في التلفزيون ويمزع من الكذب الشهب دربيها لوحده كبر ضلع الهدر يوم يجي كبر ما تدري حتى كيف يصنعها وكيف يجيبها.